وللحديث عن أحوال مدينة الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. يعني عام تقريبا على تفجير منارة الحدباء في مدينة الموصل، لكن ما يهمنا في الأمر أكثر دكتور هلال، اللواء طالب إجغاتي يقول إنه لو بقيت منارة الحدباء لمثلت رمزية لداعش لمواصلة القتال. كيف قرأت هذا التصريح دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. قضية تفجير منارة الحدباء في الموصل أصبحت من المؤكد أنها عمل إجرامي قامت به الميليشيات، وهذا التصريح لإجغاتي يؤكد ما ذهبنا إليه منذ البداية. أولا، عملية تفجير منارة الحدباء لها أسباب تاريخية عميقة، لأنه هذا الارتجاج على نور الدين زنجي وخلافته على هذه المنطقة، ولايته على هذه المدينة وحلب، وما فعله في ذلك الوقت من التصدي للدولة الفاطمية وبقايا الدولة الفاطمية العبيدية. فهذا هو الحقيقة التي ذهبوا من أجلها لتدمير هذه المنارة التي تعتبر سميت الموصل باسمها. الشيء الثاني، أن التنظيم ما يسمى داعش لم يقم بتفجير المساجد بالعدد الذي قامت به تفجير بالعدد الذي فجرت فيه الميليشيات المساجد وحرقتها بعد خروج داعش. فإذا هناك نية مبيتة بالأساس لتدمير المساجد، والأدلة والشواهد كثيرة بالآلاف، يعني ابتداء من كل المدن التي دخلتها القوات الحكومية فجرت المساجد بعد خروج داعش وليس أثناء المعارك. وهذه الحجة التي يريدون أن يعلقون عليها كل جريمة ترتكب بحق هذه المساجد. اثنين، ثلاثة، العقيدة التي تؤمن بها الحشد الشعبي والجيش الحكومي والحكومة الطائفية في بغداد حقيقة يؤمن بإقصاء الآخر واجتثاث بين الأرض. النقطة الرابعة، أن القوات الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للميليشيات وسلحتها تسليحا كاملا تقوم بهذه الجريمة لتنتقم للقوات الأمريكية من المناطق التي انطلقت منها المقاومة العراقية. فإذا هناك رمزية حقيقة لمسجد النوري والمنارة الحدباء أسس لتدميرها منذ البداية وعمل على تدميرها منذ البداية، إضافة إلى أن كم التدمير الذي حصل في المنطقة يوحي على حقد حقيقة منقطع النظير على أهل هذه المدينة واتخذوهم أعداء. والدليل أن حكومة ما يسمى المنطقة الخضراء أوعزت إلى سكان الموصل قبل بداية الحرب عدم الخروج من المدينة، ثم قامت بهذه الجريمة المروعة التي لا يزال آثارها قائمة لحد الآن. آلاف التصريحات التي قامت بها المنظمات الدولية لتجارة هذه المنطقة وأخرى. طيب دكتور هلال، لو انتقلنا إلى موضوع تعرض الضابط محمد سالم الفتلاوي للاغتيال، قتل هذا الضابط أراد أن يدلي بشهادته في سيناريو سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل عام 2014. برأيكم من هي الجهة المستفيدة من اغتيال الفتلاوي دكتور هلال؟ هو الحقيقة قضية اغتيال الأشخاص أو الضباط أو الشخصيات أو حتى الإعلاميين الذين يكشفون حقائق يمتلكون معلومات وحقائق كبيرة عن هذه الجريمة المنظمة، بالتأكيد يتم تصفيتهم. والسلسلة في العراق طويلة المطوار، بهجة وما لحقها وهذا الضابط وغيره كثيرين الآن حتى في قضايا أخف من ذلك يتم تصفية الأشخاص ومن قبل العصابات الإيرانية المسيطرة على الوضع في العراق. صاحب المصلحة هو من لا يريد أن يعرف الشعب العراقي حقيقة ما دار في الموصل، ومن الذي سلم الموصل لتنظيم داعش، ولماذا سلمت، ومن هو تنظيم داعش حقيقة؟ لأن هذه الأسئلة كلها تصب في مرحلة واحدة. الآن لاحظ كل العمليات تقوم بها الميليشيات في كل محافظات العراق تتبناها داعش، لكي يعلم المواطن العراقي من هي داعش ومن هو الحشد الشعبي. هو جهاز عملة واحدة أحدهما يغطي على جرائم الآخر، وهما إذا احتسبنا كل شيء في مقامه الصحيح
وهذا التطرف وهذا التطرف، وكلا التطرفين مرفوضان وكلاهما لا يريد مصلحة العراق، وهذا ما أثبت عمليا بأنهم جهة واحدة. من عمان الكاتب السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.